حمص. عايز فرح منك ده انا في اللي كفيني ومش عايز حاجة منك سيستم الرجولة وقع والنقص ترند شاق في الأصول تجيب وراجع في الخيانة يودلا فلتر الجدعانة كان لي ضحكة بس تاه شارع الصحف في واحد والباقي علم على صلى على النبي بقى من اولها كده محبه في رسول الله الفرحان يسقف يلا بحر شر ام عليه بحر غرق المدينه بحر شر ام عليه راح مغرق المدينه صحبه بيها امتلينا والبلاء مالوش علاج تشوفوني تضحكوني عالغلط تسقفوني اللي يحب النبي كده يسقف معانا سعود اللي يحب النبي كده يسقف اللي بعرف يصفر يسمعنا رجاله فين بحر شر قام علينا راح مغرق المدينه صحبه بيها ابتلينا والبلاء مالوش علاج تشوفوني تضحكوني عالغلط تسقفوني كل ما انا علي تقولولي خصيمك ربنا اللي ما ترفع ايدك فوق بحر شر قام علينا راح نغرق المدينة بحر شر قام علينا راح نغرق المدينة صحبة بيها ابتلينا والبلاء مالوش بعضينا العريس 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 اقول لكم حاجه اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يقوم يقف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللي يحب النبي يرفع ايده What?
واخرهم معروف واخرهم معروف قلنا بكش الزبالة وتجمع مجلة علشان الجوافة نكتب البتاع خد البتاع هنضرب في الوش علشان الحمامش احنا من حيك قالوا بيقولوا يا جوافة عاملين ابطال على الحالة حاضر على هذا شعراوي النبي طبعا دمياط سمع الهنس في الدنس مش هنا بلح عشان اجيب من الاخر هنا دماغ تلكيف تستاهل قطع السيف والضرب بالسيف ولا حكم العويل فينا واللي بيفهم بيريح الراجل الفهمان يسقف له النبى رجاله يا مرحب بالاخصام علشان الضرب في الميت حرام 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 اللي بيقول لا اله الا الله يرفع ايده للراجل ده ويعمل كده اهو ها ها وترفع لي ايدك لفوق العب العب عم الشلب العصر 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 تاني واقول لك بطلوا تنطيط ما هي لو بالصيف انا اسمي هز مدينة مالكم يا اسود طول ما انا موجود اخلي قلوبكوا حزينة بطلوا تنطيط ما هي لو بالصيف انا اسمي لوحده مدينة مالكم يا اسود طول ما انا موجود ارفع ايدك فوق بطلوا تنطيط ما هي لو بالصيف انا اسمي هز مدينة مالكم يا اسود طول ما انا موجود اخلي قلوبكوا حزينة Yeah.